استدعى فخامة الرئيس عند الساعة 11:30 من قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 10/3/2005 دولة الرئيس عمر كرامي وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة. تفضل. أنا أدعو جميع القوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على طاولة مجلس الوزراء، وأنا سلفاً لا أضع أي شروط، فلتطرح كل القضايا وكل الأمور على طاولة مجلس الوزراء ولتناقش، وما يقر ينفذ، وما يقر لن يكون إلا لمصلحة لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان. وإذا كان هناك من أي تلكؤ استجابة لهذه الدعوة فإنني أعتقد بأننا ذاهبون إلى الخراب لا سمح الله، وإنني أحمل المسؤولية للجهة التي لا تشارك في حكومة اتحاد وطني. وأرادوا أن يقولوا لنا إذا كنتم قد أسقطتم الرئيس كرامي في المجلس النيابي وفي الشارع بمعنى الاعتراض الشعبي السلمي الديمقراطي الحر، يعني فسنعيد رفع الرئيس كرامي إلى مركز المسؤولية مجددا. هذا الأمر خلق صدمة سلبية كبيرة في الوسطين السياسي والشعبي في لبنان على كل المستويات، وثمة حالة من الذهول ولا أبالغ في هذا القول في أوساط اللبنانيين الذين اعتبروا أن ثمة تغييرا ما يجب أن يحصل لخلق مناخ سياسي جديد في البلاد. إنهم يريدون إعادة إنتاج الأزمة ورموزها. I think it's something bad because from a couple of days, I don't want to say a couple of weeks, we just let him go down with his government. So it's not fair from him to come back and made another government. We believe that he is made in Syria. So if he come back again, the same problem. It's gonna keep going on and on with all the objections which we are fighting for here.